بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. زي ناس كتير كنت متابع اخبار المؤتمر الصحفي اللي وحيد خليلزاتش هيطلع يتكلم فيه. وحيد خليلزاتش مدير الفني المنتخب المغربي هيطلع يقول ايه؟ هيتكلم على تغيير سفيان بوفال ازاي؟ هيتكلم على لعيبته ازاي؟ هيتكلم على الخصوم ازاي؟ لحد ما اتكلم على منتخب مصر وقال ان منتخب مصر لعيبته تعمدت الغش ولعيبته سببت في ان لعيبتنا بقى عندها انفلات اعصاب وان لعيبتنا ما كانتش مركزه بسبب الغش اللي عمله لعيبه منتخب مصر. قلت له غش؟ غش مين يا عم؟ قال لك الم تروا حارس مرماهم كان بيقع ازاي؟ لا، ما انت لو عندك مشكله ان حارس المرمى بيضيع وقت ولا بيتعور ازاي تبقى مصيبه سوده. انت مش عارف ان حارس المرمى بتاع منتخب مصر كان متعور ولعب برجل واحده لمده تلت ساعه وفريقه كان موقر لم يذهب الى نص الملعب لكي يصوب، ولما صوب تصويبه وحيده وقتها منتخب مصر غير حارس المرمى. وبعدين انت حافظ السكريبت ده منين؟ ما هو الكلام ده اتكرر كتير بتاع حته الغش 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 الغش. غش مين يا عم وحوح؟ غش مين؟ انت عندك منتخبك فيه سمساره وعندك المدرب المساعد بتاعك بيحط لعيبه في التشكيل، ومنير الحدادي النقطه الوحيده اللي انت ما اتكلمتش فيها في المؤتمر الصحفي، اتكلمت على تغيير سفيان بوفال ان كانت تغييرته واجبه علشان خاطر ما عرفش يجاري المباراه. سفيان بوفال ما عرفش يجاري المباراه ومنير الحدادي عرف يجاري المباراه. ومنتخب المغرب اللعيبه بتاعته ادوا لها 10 سنين وهي تسيطر على افريقيا، لان هم جيل واعد وجيل شاب مع اي مدرب يعملوا كده، انما مش معاك انت، مع اي مدرب واي رئيس جماعه محترمين يعملوا كده، انما مش معاك ولا مع عم فوزي. الشهاده لله يعني. الموضوع خرج من ايدك خالص والموضوع بعيد عن ايدك خالص. فلما تطلع موحوح والنبي تدافع عن نفسك ما تفضلش في المنتخب المصري، وما تقولش علينا كلام انت نفسك ما تعرفش ايه هو. ايه هو الغش في عالم كره القدم يا اسطى؟ كنت بلعبك ب 12 لعيب؟ بجد كنت بلعبك ب 12 لعيب؟ كنت بحط الكرة في الجون كده وانا بغفل الحكم؟ عملت ايه؟ ايه الغش اللي انا عملته؟ حارس المرمى بتاعي كان بيقع عشان كان مصاب يا باشا وفرقتك ما كانتش عارفه تروح نص الملعب. بجد والله يعني لعيبتي انا كان بتضرب لعيبتك؟ ايه يا باشا انت مش جاي ديزني لاند ولا جاي هنا مالها؟ انت جاي يا باشا مباراة كرة قدم. الا بقى لو انت ما كنتش مجهز نفسك، وبعدين طالما انا لعيبتي كده بالسوء اللي انت بتتكلم فيه ده ما نزلتش اديتني على عيني تك 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 ليه؟ انت كنت نازل خايف مني وكنت نازل بتدافع، انت عملت مباراه تكتيكيه جريمه، فالناس كلها لما تحاسبك عليها ما تطلعش تلبسني انا كمنتخب مصر ان العيب فيا وهم اللي كانوا منتخب سيء وفريق غشاش وهم اللي فريق. انت المدير فني سيء، انت المدير فني فشلت في التعامل مع الفرقه دي، انت المدير فني عملت 120 دقيقه تتحاسب عليها، انت المدير الفني طلع تستعطف الناس وتقول لهم انا عارف اني ما عملتش الشرط في عقدي بس بتمنى ان الاتحاد المغربي ياخد قرار ينصفنا بيه. ينصفك ايه؟ يا اخي تنيل كل مباراه مع المنتخب المغربي بتشكيل، كل مباراه بتغييرين ثلاثه، كل مباراه بطريقه لعب، وفي الاخر طلع تقول لي انا منتخب غشاش. يلا يعني واحد بعت لي درون في التمرين والتاني بيقول لي فريق غشاش، والمصيبه ان الناس بتصدق وتقول لك ايه لعيبتكو غير محترمين، لكن محمد صلاح هو اللي لعيب كويس. وبعدين معلش يعني لما تقول لي المنتخب المغربي افتقد لوجود هداف، مش انت المدير الفني بتاع ام الفرقه دي؟ مش انت المدير الفني اللي بتضم اللعيبه بتاعتك؟ يا راجل ده انت عندك قاعده لاعبين لو عرفت تستفاد بيها هتكسر الدنيا في افريقيا، لا انت عارف تستفاد بيها ولا عارف تجيب هداف، وبتقول لي ريان مامي وقبل كعب ما كانوش موفقين. يا عم اتنيل بقى واسكت. المصيبه بقى ان في ناس كتيره بقى ممكن تصدق الهجصه اللي عم وحيد قاله في المؤتمر الصحفي. ليه؟ عشان خاطر احنا عندنا ميكازمات وحاجات كده بنحبها الشخصيه العربيه كده مهما اختلفت، اللي هو لازم نبقى مظلومين، يكون علينا مؤامرات او خسرنا بسبب طرف ثالث ملوش دعوه باي حاجه، اللي هو يا باشا انت ما خسرتش بسبب مؤامرات او طرف ثالث، انت خسرت بسبب ان انت ما كنتش تستحق المكسب. لا، منتخب مصر غشاش. انا غشاش؟ انا غشاش وازاي غشاش وازاي عندي خبرات؟ ما انا عايز افهمها برضه ليه عشان تعبتني معاك قاعد، اللي هو منتخب مصر غشاش. يا ابن الذين عم وحيد، بس المصيبة السوداء ان في ناس ممكن تصدق الهوكس ده وفي ناس ممكن تصدق الهري ده وتبعد عن الكلام المنطقي، اللي هو يا جماعه ازاي مدير فني بيقول كده وازاي مدير فني مطلوب مني ان انا اثق فيه وبيتكلم عن نفسه وبيدافع عن نفسه بالطريقه السيئه دي. فعلا راجل سينمائي وراجل بيقول تصريحات غريبه جدا وتصريحات مش مفهومه. اتمنى ان الاخوه المغاربه ما يقعوش في المغالطه اللي وحيد خليلزاتش حب يظهرها للناس في الكلام على منتخب مصر. اتمنى ان وحيد خليلزاتش يبدا يفكر في فرقته ويبدا يفكر في الاستحقاقات الجايه ويفكر في لعيبه تحل له العقم الهجومي،
لان العقم الهجومي اللي عليه منتخب المغرب مش بسبب الفرق، ده بسبب عدم وجود مدير فني ما بيشتغل مع اللعيبه بتاعته على الشكل الهجومي، وعدم وجود مدير فني جايب لعيبه بتعرف تجيب جوان. فلما انت تحل مشاكل فرقتك والنبي ابقى اطلع اتكلم على الفرق المنافسه. والكلام بالنسبه للمدير الفني غير الكلام بالنسبه لاي حد بيتكلم على يوتيوب، لان احنا هنا في يوتيوب المجال مفتوح، بتتكلم على الحاجه اللي انت عايزها. انما لما مدير فني يطلع يتكلم على منتخب بطريقه سيئه زي دي لازم نطلع ونعرفه غلط ولا مؤاخذه. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فبراحتك رايك.